وللمزيد ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من جول ميم مراسلنا في الأقاليم الجنوبية النعمة ماء العينين. النعمة أهلا بك. مساء الخير جوهر ومساء الخير مشاهدي ميديان تيفي. أهلا النعمة. النعمة أنت الآن في مدينة جول ميم، صف لنا الوضع هناك لو سمحت. عموما هنالك انفراج في المنطقة، يعني حيث أن عملية التدخل لا زالت مستمرة لفك العزلة باستعمال طائرتين للقوات المسلحة الملكية وطائرة للدرك الملكي ومجموعة من الآليات التي سخرتها الوقاية المدنية كالزوارق المطاطية والدراجات المائية. وعموما يعني هنالك نتيجة مهمة حول نسبة الإيواء، حيث الآن أكد لي لجنة اليقظة على أنه تم إيواء ما مجموعه 800 شخص قسمت أو تم توزيعهم بين مراكز الاستقبال ودور الطلبة والثانويات. بالنسبة للوديان هناك انخفاض مستوى المياه بالوديان، عودة الماء الصالح بنسبة 90% وتزويد عودة يعني نسبة التزويد بالكهرباء بنسبة 100%. بالنسبة للطريق الوطني رقم 1 تم فتحها في وجه السيارة أو العربات الخفيفة، لكنها غير مسموح لها بالنسبة للعربات الثقيلة في البناء في ذلك الحافلات. بالنسبة للطريق الوطني رقم 1 جنوبا لا زالت مقطوعة على النسبة الكيلومترية على بالخصوص والدرعة. معلومات أخرى يعني طيب نعم نود أن نتحدث عن حجم المساعدات التي يتم تقديمها إلى المناطق المعزولة. أهم يعني مساعدات كانت هذا اليوم هو على أنهم تم يعني جلب مجموعة من الأشخاص المعزولين من مناطق متفرقة، كان أهمها هو نقل مرأة حامل من منطقة تلعب منطقة الشويخات إلى المدينة وهي في يومها الأول أو الثاني يعني للولادة. عموما الوضع يعني عادي، لكن المساعدات تقدم بكثافة، وأهم ما يميز اليوم هذا هو حلول وزير الداخلية السيد محمد حفاظ مرفوقا بالوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السرقة إدريس، حيث زار مجموعة من المنطقة التي عرفت تدهورا كبيرا، كما أقيم اجتماع بولاية جهة قميم السمارة حضره منتخب ممثل المجالس المحلية رئيس الجهة من أجل تدارس الوضع يعني وكذلك الوقوف على ما تحتاجه المدينة من بنية تحتية. مراسلنا في الأقاليم الجنوبية النعمة ماء العينين، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات.